أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. عقد يوم 17/11 في محافظة بورسعيد مؤتمر شباب شعراء العامية السابع. المؤتمر يعني كان جاء تحت عنوان العامية شمسية مصر، وتم تكريم فيه الشاعرة عليا طلحة مدير مكتبة حي السلام بالعلاقي التابع لقصر ثقافة أو ثقافة أسوان. برحب بك عليا. أهلا بك. طبعا مبروك على التكريم. الله يبارك فيك يا سيدي. طيب قول لنا، يعني التكريم ده كان جاء بمناسبة نشاطك الأدبي ولا كشاعرة ولا؟ أنا اتفاجئت والله. أنا كانت تقدم لي دعوة لحضور المؤتمر، طبعا كانت كل سنة بتجيني الدعوة، وكنت يعني بتبقى فيه صعب إن أنا أروح المؤتمر. فالسنة دي كان الأستاذ محمد عبد الجواد مؤسس المؤتمر يعني كلمني عن إن أنا أحضر المؤتمر، فطبعا الحمد لله يعني لما لبيت الدعوة وفقت، لقيت اتفاجئت إن هو منزل لي كمان تكريم في المؤتمر. على أساس طبعا إن أنا شاعرة عامية، والمؤتمر ده يخص شاعرة عامية، واتكلمنا المؤتمر أساسا هو أسسه الأستاذ محمد عبد الجواد، تابع لجمعية مبدعي مصر الأدبية، مجموعة من الأدباء المهتمين بشعر العامية. أسسوا جمعية، ومن خلال هذه الجمعية بيقيموا مؤتمر خاص بالعامية. طبعا العامية المصرية بشكل عام، وليس العامية شعر العامية اللي هو نطقا بالعامية المصرية فقط، ولكن كمان بيحوي على السادة. بالذات كان مؤتمر مميز ان كان في دراسات عن، طب احنا هنتكلم عن الدراسات دي عليه، بس انا عايز اعرف المؤتمر ده جمعية مبدعي الادب، هل بيقام المؤتمر ده في كل سنة مثلا في محافظة مختلفة ولا السنة الثانية تعمل في بورسعيد؟ اقيم في المدينة الشعبية كمكان، يعني المؤتمر ده بيتعمل طبعا بالجهود الذاتية، يعني موش تابع يعني على غرار مؤتمر النسر، برضه مؤتمر شعراء النسر بيقام برضه بجهود الذاتيه، مؤتمر القصه في اسيوط، زي يعني في كل مكان، في كل مجموعه ادبيه طبعا مؤسسين هذه الجمعيه لاقامه المؤتمر العاميه. وكل سنه ليه مسمى شكله. كان اول مؤتمر كان باسم طبليه مصر، يعني المصطلحات اللي هي الشعبيه، يعني المره دي كان اسمه شمسيه مصر، يعني من الطبليه للشمسيه ما شاء الله. طبعا ورئيس المؤتمر هذا العام كان الدكتور جمال التلاوي، وامين المؤتمر الاستاذ الشاعر الاديب مدثر الخياط. وطبعا مؤتمر كان حافل بال، طب هو المؤتمر يوم واحد، يعني هل استحمل يعني ما قدم من دراسات؟ يعني اليوم ده يعني يكفي ان تقدم دراسات؟ يعني في دراسات قدمت على الفن النميم في الباديه، مرحوم فتح البريشي، تم دراسه عن الدكتور عن المرحوم فتح البريشي، وكان في دراسات عن دراستين عن شعر الباديه والنميم من خلال الاستاذ اشرف ابو الليل، قدم دراسه وافيه عن الفنون القوليه بشكل عام والباديه. وعن احنا طبعا عندنا في اسوان برضه كمان متاسس نادي النميم، كان في حديث عنه، والدكتور ابو الفتوح العاصي من المنيا قدم دراسه برضه عن الباديه وعن، واستاذ اشرف طبعا استفاض من عدد انديه الباديه في مصر، يعني حوالي 23 نادي ادب في محافظات مصر المختلفة. طبعا كان برضو الهدف منها توصية ان هذه الاندية ما يبقاش في عزف، او ما يبقاش في عزف عن هذه الاندية، انها تكون متواجدة ولها لوائحها الخاصة في نوادي الادب، وانها تكون فعالة بشكل كويس، لان هي طبعا فنون قولية، فكان في فترات طويلة ما فيش اهتمام بهذه الاندية، لانها هي لهجات، يعني لهجات بالعامية على حسب كل قبائل البادية. فطبعا كان صعب الكتابة بتاعتها، ولكن حاليا الحمد لله يعني شايفين ان في لها دور واضح، لها توثيق يا استاذ علي، لها توثيق وليها توثيق وليها كمان كتب. يعني كان احنا في اسوان طبعنا في كتابين طبعوا تبع نادي البادية والنميم، ف هو حاليا اللي هم كانوا في كلبشة، كان في ديوان الاول تم الاستاذ حسن اللي هو حاليا رئيس نادي ادب النميم، الاستاذ وهاله فيه، وتحت الطابع برضه في السنه دي في النشر الاقليمي فاز برضه ديوان الاستاذ جمال عبد الرسول.
برضه فن الباديه. يمكن في محافظات كثيره احنا النادي متاسس من 3 سنين، لكن في محافظات لها عدد من السنوات، ففعلا عملت الكتب وطبعتها وتاسست. صور تكريمه يا استاذ علي. وده معنا استاذ اشرف كان مكرم في المؤتمر برضه، والاستاذه هبه الشاعره هبه عبد الوهاب، والاستاذه شيماء عطيفي. يعني كان الاحلى في المؤتمر ما هوش التكريم او الدرع، يعني اللي هو انك تمسك الدرع وتاخد شهاده او كده. الجميل فيه كان لمه الناس أكيد. تحت شمسيه واحد زي تحت مظله يعني تمام. احنا ممكن نكون متواصلين على الفيسبوك، ممكن نكون كده، لكن ما هوش التواصل لما بتشوف الناس وبعد في حميميه اللقاء حميميه، وتلتقي بشباب الشعراء اللي معانا كانوا زمان في الشباب الرياضه وفي المنتخب الثقافيه. بتشوف الناس اللي مثلا متواصل معاهم على الفيس، فتشوف وجههم وتتعامل معاهم، تلاقي المحبه، تلاقي الصدق، تلاقي يعني امسيه حافله. كانت المؤتمر كله كان حافل، وكان في زياره تخللت هذا المؤتمر الى متحف الحربي في بورسعيد والمعديه عنديهم وحديقه فريال. يعني رحنا اكثر من مكان، كل ده في يوم واحد، لاني طول ما في تنظيم وفي محبه صحيح. اليوم عدى بشكل جميل، يعني يوم يمكن بثلاث اربع ايام مثلا في اللي جمع. وفي الاخر كان في امسيه اخر في المساء، طبعا كانت امسيه حافله كل الشعراء اللي شاركوا قالوا، وشعراء جايين من محافظات متعدده، من جميع محافظات مصر. طب يعني كان 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 الشعراء خاصين بفنون الباديه فقط ولا شعراء العاميه بشكل عام؟ شعراء العاميه بشكل عام طبعا. شعراء العاميه بشكل عام، وكانت يعني كان مميز بان الشعراء دول برضو اعمار مختلفه، ما هوش برضو يعني عشان احنا شعراء الشباب، لكن الشاعر طول عمره يفضل شاعر، ما بيبقاش عجوز يعني طبعا. فلو كان الشباب مش كسن يعني، لكن كان في من جميع الاعمار يعني، من حتى اللي لسه بدا يكتب شعر العاميه. كان معنا برضو الشاب احمد محمد عبد الجوي، كان شاعر برضو تفاجئنا بيه، شاعر مميز يعني. كمان مش ابوه بس اللي شاعر، هو كمان شاعر مميز بشكل خاص. وكان في شعراء كبار، كان معنا الاستاذ سعيد جنديل، وكان معنا شعراء من اهم الشعراء في مصر في الشعراء العاميه وليهم صيت عالي. معنا الاستاذه كان سميه، كان برضه تم تكريمها، الاستاذ سميه الالفي. الاستاذ محمد عبد القادر من بورسعيد، يعني شعراء ما شاء الله عظام، طبعا تعلمنا منهم كتير. فلما تتواجدوا في مكان واحد على منصه واحده في مكان واحد، فده بيبقى شيء جميل وشيء يعني اظرف من كل الموضوع. جميل. كتكريم كدرع، لكن التكريم في تواجد الناس ومحبتهم مع بعض والشعراء يلتقون في مكان طب واحد. علي انت حي السلام بالعلاقي، في وبعد كده انت يعني اعتقد متابعه للنادي الادب بشكل كبير، في انشطه ادبيه خلال الفتره المقبله، في مناقشات لبعض الدواوين الشعريه، مناقشات ايضا لبعض الفنون المرتبطه بجنوب مصر زي فن الواو وكده يعني. طبعا انا كنت لعده سنوات ماسكه النشاط الثقافي وانديه الادب، فما عزفتش عنها جامد، لكن هو طبعا ان انا يعني تم تكليفي باداره مكتبه حي السلام بالعلاجي، طبعا مكان ابعد شويه، المكان اللواء اللي جمعوا فيه الناس اللي هم كانوا متضرري السيول ومتضرري المنكوبين. فالسنه اللي فاتت في شهر 12 كان تم افتتاح هذه المكتبه، وتم تكليفي بان انا اكون متواجده. من يمكن قصه عطائي للثقافه، حاسس ان انا هقدر اتواصل هناك، والحمد لله يعني عاملين شغل كويس هناك في الحي. ولكن ده لا يمنع ان انا اساسا قبل ما ابقى في الثقافه موظفه عضو في نادي الادب، وما زلت بتابع نشاط الثقافه وانديه الادب. ممكن الايام دي طبعا احنا عندنا النهارده بالتحديد عندنا حفلة توقيع لمناقشة كتاب ديوان شاعر العامية آخر نظرة مرآة للشاعر عبد الله عبد الصبور، ده شاعر من شعراء الشباب المميزين. هذا الديوان فائز في النشر الإقليمي العام 2021. كويس. فالنهارده هيقيم حفلة توقيع ومناقشة الكتاب من خلال الأستاذ الشاعر حسن الإتلاتي والأستاذ الشاعر أحمد الجميلي، وهيدير الحوار إن شاء الله الأستاذ علي حسن الهيلو. وطبعا ده هيكون النهارده ان شاء الله في مكتبه العقاد، كاحنا يعني هو تبع نادي الادب وقصر ثقافه يعني دي دعوه لشعراء او المهتمين بالادب ان هم يتجهوا الى قصر ثقافه العقاد ان شاء الله. تمام. الساعه 7 تقريبا، الساعه 7 مساء النهارده ان شاء الله. وكمان طبعا بتواصل هذه الحفلات توقيع الكتاب الثالث هيتناقش في، احنا طبعا الاسبوع اللي فات اوريدي كان عندنا مناقشه كتاب الاستاذ عمرو عاطف، كان نصوص نسريه وكانت دراسه حافله جميله جدا يعني. والاسبوع القادم ان شاء الله يوم الخميس كمان عندنا مناقشه ديوان شعر ديوان فن الواو، برضه احد الفنون القوليه يعتبر في ادفو، الاستاذ الشاعر
فايز ابو حمزه وهيناقشوا الاستاذ عبد الشمهوري والاستاذ صلاح سيد. فطبعا ثقافه حافله بالمنتديات الثقافيه والادبيه. وطبعا احنا لسه كنا كان طبعا لسه يعني الاقصر كانت مقيمة الشعر منطقة الشعراء الشباب مصر والعرب الشارقة وكرموا بعض الشباب وكان برضو من ضمن الناس اللي عندنا من أسوان شاعر مميز شاعر محمد مصري كان أحد المشاركين من أسوان مصر أسوان. علي ربما الفعاليات الثقافية في الفترة الأخيرة يعني ما بتشبعش نهم وشغف الشعراء ربما يعني المؤتمرات الأدبية ما عادتش يعني بالكم اللي كانت موجودة عليه من فترة ربما مش بعيدة يعني، لكن من خلال إدارتك لمكتبة حي السلام بالعلاقي وأنت بتقول المنطقة دي منطقة يعني المتضررة من السيول، هل بتعملوا أنشطة وفعاليات تساعد الناس دي على يعني تلاحم معاكم معرفة يعني هم ربما هم بعيد متضررين لكن أعتقد أن الأدب والقراءة والثقافة بتساعد الناس في أنها تتعايش مع المنطقة بشكل جيد. أنا يعني كعلية اللي ماسكة نشاط هناك وطبيعي أنا كأديبة بكل فترة كده أو يعني ممكن يكاد يكون إحنا خلاص قررنا إن إحنا كل شهر يبقى في ملتقى للشعراء وتم بالفعل إن إحنا يعني أخذنا أكثر مرة خد بالأدباء نادي أدب وثقافة أسوان في مكتبة حي السلام بالعلاج وده خلاني اكتشفت يعني في مواهب من خلال زيارة الأدباء عندنا وعملنا أمسية شعرية أكثر مرة فاكتشفت المواهب كمان وتشجعت إن هي يعني تعبر عن نفسها وتتكلم من الأطفال في المدرسة اللي بيلقي شعر واللي بيكتب شعر واللي عنده برضو المديح يعني حتى الجراءة بانت. طبعا الأطفال دول بالكاد هم كانوا في مناطق طبيعي طول ما هي الضغط مسؤولية على المناطق كانت شبه إن هي معدمة يعني معدمة طبعا فما لهمش احتكاك بالثقافة ولا لهم احتكاك فكانت يعني حاجة جديدة ليهم إن في موقع ثقافي هناك فطبعا كل يوم بنكتشف مواهب جديدة كل يوم بنقدم لهم أنشطة يعني زيادة عن النشاط يعني دي نشاط زي موقع ثقافي زي الثقافة في أنشطة ندوات ثقافية في ورش فنية ورش رسمي في ورش حكي بنحكي مع الأطفال وبنساعدهم كمان هم يحكوا ويتكلموا فبنغير بنبدأ من تغيير السلوكيات يعني الثقافة بشكل فعلي يعني ممكن حاسة أن أنا بأدي دوري بجد أن أنا بعمل شغل الثقافة دور الثقافة الفعلي يعني تبدأ بالأول توعية الأطفال وسلوكياتهم وتغيير من سلوكياتهم طبعا أكيد سلوكياتهم كانت مش مستوى اللي هم كانوا يليق بهم لكن دلوقتي ما شاء الله يعني شايف النتيجة فعلا فعالة وده ممكن اللي مشجعني وخليني المكان بعيد صح شوية مكان مش في وسط البلد لكن في تفاعل وفي تواجد وفي كمان يعني قبول على حضور المكان يعني موفقة إن شاء الله. شاعرة علي طلحة مدير مكتبة حي السلام بالعلاقي بشكرك شكرا جزيلا شرفتيني وبعد كده مرة تانية مبروك على تكريمك في مؤتمر شعراء العامية السابع في محافظة بورسعيد شكرا جزيلا أستاذ المشاهدين شكرا لحضرتك والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في نهاية هذه الجولة من صباح طيبة لكم تحيات فريق العمل وتحياتي أشرف جابر.